الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن يلتهي ولا بد للقيد أن ينكسر. عيد المرأة 2013 هو عيد في إطار اعتصام الرحيل، وإن شاء الله ترحل كل العراقيل أمام حرية المرأة وحرية تونس. المرأة التونسية فيما قدمت النضال، المرأة التونسية هي نوارة الحرية، واليوم وجودها مش يكون وجود مهم جدا في المظاهرة العارمة الكبيرة ياسر، باش تكون تساندنا في إطار المطالب المشروعة تاع الحركة الديمقراطية، نسترجع تونس حريتها ومطالب الثورة نتاعها المشروعة. يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا.
المرأة كانت منقوصة معناتها في النسخة الأخيرة اللي خرجت معناتها من الدستور، وكنا احنا نطالبوا أنه ندستروا المساواة التامة بين الرجل والمرأة، المساواة في الحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية، ومعناتها عدم التمييز بين الرجل والمرأة. وكان هذايا معناتها الهدف نتاعنا اللي نحبوا معناتها نخلطوا له باش ندستروه في الحقوق، كما كنا نطمح الى دستره حق معناتها المناصفه واللي معناتها مكتسب نتسميه واكتسبناه في الانتخابات معناتها المجلس الوطني التاسيسي اللي يجعل من تواجد المراه في المجلس التاسيسي ب معناتها الصفه اللي هي موجوده بها معناتها نسبه مشرفه بالنسبه للبلاد العربيه وحتى بلاد معناتها عالميه معناتها احنا في النسب متاع البلدان المتقدمة الديمقراطية. اعتصام الرحيل في يوم 17 اهديناه لنساء تونس ورجال تونس وشبابهم، قرروا باش يكونوا وراء نسائنا هذا اليوم حتى نواصل مسيرة النضال اللي أطلقها اعتصام الرحيل وأطلقوها نواب الشعب اللي استجابوا للطلب الشعبي والوطني، باعتبار أن هذه المؤسسات اللي تفرعت الانتخابات 23 أكتوبر أظهرت عجزها. اليوم الأمر واضح، أولا نعتز بعشرة الآلاف الوافدة على ساحة باردو في مسيرات حاشدة تتزعمهم نسائنا. نحب نقولوا لحركة النهضة رأسا ولراشد الغنوشي أنه عليه في الساعات المقبلة يقيلوا ويستقيلوا ويتخلاوا على الحكم، رانا ماناش طالبين الحكم في بلاصتهم. نعطي هذه الأمانة لنخبة من خيرة بناتنا وأبنائنا باش يمروا في إطار الحياد وبعيد عن التجاذب الحزبي ما تبقى من مرحلة الانتقالية. نريد حكومة إنقاذ وطني مستقلة تماما على الأحزاب، ممكن الحل في بعض ساعات حتى ننقذ تونس. اليوم عيد المرأة هو تعهد منا للدفاع على هذه المكاسب التقدمية الكبرى، وتعهد على مواصلة النضال من أجل تعزيز وتطوير هذه المكاسب. Yeah.
المرأة التونسية موجودة من قديم في الحركة الوطنية، في الحركة النقابية، في المجتمع المدني وفي الأحزاب السياسية، والآن وجودها مكثف أكثر من ذي قبل بفضل نشر التعليم وبفضل مجلة الأحوال الشخصية اللي حققت مكاسب هامة للمرأة، ولا هي توا تناضل من أجل المحافظة عليها وتنميتها، لأنه هي مكاسب مهددة، ويناضل الرجال إلى جانب النساء في هذا الاتجاه، لأنه القضية قضية واحدة ومشتركة.